السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة علي سعد. مثل ما تعودنا سابقاً أنه نسلط الضوء على أهم التعاقدات اللي تتجرى في الأندية المحلية وحتى على مستوى الأندية الأوروبية، فبالتالي من اليوم أمس يعني تداعيات كثيرة حول موضوع يعني تعاقد نادي الديوانية الرياضي مع اللاعب البلجيكي ناثان كابسيلي. حقيقة أنه مثل كثير من الأندية الرياضية في أوروبا، ويعني اتصل كثير من الاصدقاء يعني حول هذا الموضوع، هل فعلا انه اللاعب يعني لعب في الدوري الايطالي مع نادي تورينو؟ لان هذا كان موضوع يعني مهم جدا وشائك، وانا يعني سلطت الضوء يعني من يوم امس انه راح اقدم يعني احصائيات قد تكون غير متوقعه، وبالتالي قد تكون يعني مثيره للجدل. فبالتالي اليوم كل الارقام والاحصائيات يعني تداولتها يعني الكثير من المواقع، وحتى الترانسفير ميركا يعني مو قريب جدا من هذا الموقع ومن هذا البرنامج، لكن انا عندي حسابات خاصه في بوسطه اللاعبين، يعني حقيقه ما اقدر الكشف عنها لان هاي حسابات خاصه يعني من خلال ترويج العمل الخاص. لكن في الترانسفير ميركر كانت هنالك تضاربات في بعض المعلومات اللي سجلتها عن حول هذا اللاعب، فبالتالي راح اقدم لكم كل الارقام والاحصاءات حول هذا اللاعب ومدى التضارب مع الترانسفير ميركر، يعني حتى معلومات سجلتها الترانسفير ميركر لكن هي حقيقه غير موجوده، خاصه ما يعني الموضوع اللي يخص نادي تورينو الإيطالي. فمن النقاط المهمة اللي تم تسجيلها حول اللاعب أنه اللاعب يمتلك الجنسية في بلجيكا، عمره 26 عام، القدم المفضلة هي اليمنى، وينشط في المركز الهجوم، ومعدل التقييم العام 6.71. من الأرقام والإحصائيات المهمة أنه هو مثل نادي أندرلخت البلجيكي، كانت هي أول رحلة احتراف في 1/7/2011، وكانت لمدة 5 أشهر بمبلغ يعني 300 ألف دولار. بعد ذلك تم إعادته إلى نادي ويستولو البلجيكي، بعد ما أنه خاض تجربة مع نادي ويستولو البلجيكي بتاريخ 1/1/2012 ولمدة 6 أشهر. انتهت مدة الإعارة مع النادي في تاريخ 30/6/2012، ورجع مرة ثانية إلى نادي أندرلخت البلجيكي. ايضا مثل النادي اندرلخت البلجيكي مره ثانيه لمده سنه ولغايه 30/6/2013، تم اعادته مره اخرى الى نادي الكراتشيب في هولندا، وهذا النادي غير مسجل في الترانسفير ميركر، يعني الاخبار لم تسلط الضوء على هذا النادي. هذا التاريخ تحديدا الترانسفير ميركر قال انه كان محترف في نادي تورينو الايطالي، فبالتالي حتى تكون المعلومه يعني حقيقيه وصادقه من اشارككم بها، دخلت على الاجنده الخاصه لنادي تورينو الايطالي منذ عام 2013 ولغايه عام 2020 لم يسجل في اجنده النادي ناثان كابسيلي مع نادي تورينو الايطالي، فبالتالي يعني كانت اكثر من علامه استفهام من سجل هذه المعلومات في بوصله اللاعبين على موقع الترانسفير ميركر، هل هو وكيل أعماله أو وصيف أو النادي؟ وأنا أشك أنه النادي أنه سجل هذه البيانات، وراح أعطيكم في نهاية الحلقة أنه لم يسجل هذه البيانات من قبل أي نادي، وإنما من خلال وسيط اللاعب واللي هو يمتلك يعني مهارة عالية في التعامل مع الأرقام. بعد ذلك مثل كرافشا في هولندا بتاريخ 22/8/2013 بمبلغ 250 ألف دولار ولمدة 10 أشهر. بعدها انتهت مدة الإعارة، رجع مرة أخرى إلى أندرلخت البلجيكي بتاريخ 30/6/2014، لعب لمدة موسم واحد أي 10 أشهر. بعد ذلك تمت إعادة الإعارة إلى نفس النادي اللي هو الكرافشاف في هولندا مرة ثانية، لعب في هولندا بنفس الإعارة الثانية لغاية 30/7/2015. انتم لو تلاحظون هذه الارقام والتواريخ اللي قاعد اذكرها يعني من 6 أشهر الى 10 أشهر، يعني هو لم يبقى اكثر من 10 أشهر الى سنه في نادي، وكو بعض الانديه راح نجيها انه مثلها 5 أشهر، 6 أشهر، 3 أشهر، 9 أيام راح نجيها. ايضا بتاريخ مع 30/7/2015، وبعد ذلك رجع مره اخرى الى أندرلخت البلجيكي بتاريخ 30/6/2016، بعدها راح إعارة أخرى إلى نادي رويال أكسل موسي كرون البلجيكي بتاريخ 8/1/2017.
بعد ذلك خاض هذه التجربة مع هذا النادي لمدة 6 أشهر ولغاية 30/6/2017 ورجع مرة أخرى إلى نادي أندرلخت البلجيكي. بمعنى أندرلخت كان يستثمر ويسوق هذا اللاعب كثيراً، هذا يعطيك مؤشر أنه اللاعب لم يكن ثابت في المستوى، لكن هو كان نشط على بورصة اللاعبين على من خلال التسويق والاستثمار. وهذا ما يعني حالياً كل الأندية الرياضية في أوروبا وحتى على مستوى الخليج حالياً تتجه نحو الاقتصاد الرياضي. من الأرقام المهمة أيضاً بيع هذا اللاعب وبشكل رسمي إلى غازي عنتاب التركي بمبلغ 1,000,000 دولار بتاريخ 8/8/2017، وتم إعارة هذا النادي بعد 6 أشهر إلى يونان سانتا كلوز البلجيكي لمدة 6 أشهر لغاية 22/1/2018، بمعنى لعب 6 أشهر في تركيا. بعدها أيضا انتهت مدة الإعارة في نفس النادي على بتاريخ 22/1/2018 ورجع مرة ثانية إلى غازي عنتاب. لعب أيضا لمدة 6 أشهر مع نفس النادي لغاية 30/6/2018. يا ريت احنا نركز على التواريخ ونحفظها ونراجعها لأن هاي التواريخ مهمة جدا. نقطة مهمة بهذا التاريخ، من تاريخ 5/7/2018 ولغاية 23/9/2018 لم يمثل النادي إطلاقا، يعني ما كان عند أي نادي، يعني هو خرج من غازي عنتاب، فبالتالي هو ما عند أي نادي لمدة 2.5 شهر تقريبا، هو ما يمثل أي نادي، إذن هو بعيد عن المنافسات، بعيد عن تجربة التدريبات الجماعية، ممكن قد تكون عنده تدريبات فردية كانت. بعد ذلك انتقل إلى الدوري الروماني مع فولنتير روماني بتاريخ 24/9/2018. هو ما كان عنده نادي، كيف كان تسويق لهذا النادي؟ طبعا من خلال وكيل أعمال النشط أو عن طريق الوسيط. بالمناسبة مصطلح وكيل أعمال اللاعب يختلف عن الوسيط، إنه الوسيط دائما يحاول أن يجد أي نادي حتى يعني أي نادي حتى وإن كان هو مغمور، لكن يحتاج إنه يكون عنده دائما يعني سيولة مادية حتى يعيش في أمان مالي، فبالتالي هو غير مسؤول عن مستقبل اللاعب، لكن وكيل اللاعب هو يبحث عن أفضل التعاقدات، عن أفضل الأمور، عن أفضل العروض، فبالتالي هو مسؤول عن كل أعمال اللاعب حتى على المستوى الاجتماعي والمستوى الرياضي. خاض هذه التجربة في رومانيا بمبلغ 400,000 دولار لغاية 31/12/2018، وهذا يعطيك مؤشر أنه كان يمثل هذا النادي لمدة 3 أشهر و9 أيام فقط. منذ 1/1 نركز على هذا التاريخ أجان، منذ 1/1/2019 ولغاية الآن هو بدون فريق. إذن كيف لعب؟ تعاقدت مع نادي الديوانية وهو ما يقارب 1 سنة و8 أشهر بعيد عن المنافسات والتدريبات الجماعية، هذا راح نجي له في سياق السلايد الثاني. لكن هو سؤال مهم، بوصلة اللاعبين، يعني أنا ما أعتمد هاي البوصلة اللي هي الترانسفير أمريكا، لكن يعني كثير من الأصدقاء يعني اتصلوا بي وتناولوا هذا الموضوع، قالوا علي أنه 325,000 دولار بالترانسفير أمريكا، إذن هو يعني لاعب جدا عالي. قلت لهم أصلا هو اللاعب بدأ من 400,000 دولار 500,000 دولار وصل إلى 1,000,000، بعد ذلك بدأ مؤشر القيمة التسويقية في بورصة اللاعبين تنخفض، لكن كيف وصل 325؟ راح أجاوبكم، يعني في تعامل كبير مع البورصة حقيقة. لو نجي على البورصة اللاعبين، المعلومات والأرقام اللي تم رفعها على البورصة من مصدر غير معلوم، يعني في نهاية المعلومات راح تلقى مكتوب باللغة العربية مصدر غير معروف. مصدر غير معروف منه يعني وسيط، اللي هو يمتلك اللاعب أو اللي هو اللي يروج اللاعب، هو وسيط غير معروف على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم، فبالتالي بورصة اللاعبين تتقبل إذا كان هو يعني من خلال وسيط أو وكيل أعمال غير معروف، لأن حتى حضرتك ممكن تسوي لك حساب في بورصة اللاعبين في الترانسفير ميركر أو أي بورصة وتروج لأي لاعب وتضع أرقام وإحصائيات، لكن عندما يكون وكيل لاعبين معروف على مستوى العالم ولديه بطاقة معتمدة من الاتحادات الرياضية أو المعلومات ترفع من خلال النادي، فبالتالي هذه معلومات يعني صادقة والتعامل معها يكون بشكل احترافي، فبالتالي هذا رقم هو أيضا خاضع للتفاوض. يعني ما أعرف إذا كان هذه الديوانية حقيقة تعاقد مع هذا المبلغ أو أقل من هذا المبلغ، لأن دائما هذا المبلغ في بورصة اللاعبين هو قابل للتفاوض، وخاصة أنه اللاعب كان بعيد عن المنافسات،
يعني سنة وثمان أشهر، فبالتالي لابد أنه دائما تكون القيمة منخفضة. أنا يعني ممكن أتعاقد وياه فقط على راتب مو على عقد سنوي. الجانب الإيجابي أيضا راح أذكره بهذه الصفقة. فهذه معلومات وإحصائيات يجب أن نحللها بعد أكثر، يعني أتمنى أنه تشاركون بتحليل هذه المعلومات وهذه البيانات من خلال يعني تعليقاتكم إذا على الفيسبوك أو على اليوتيوب. بهذا السلايد أيضا من المعلومات المهمة أنه لعب مع غازي عنتاب 14 مباراة وبمعدل 64 دقيقة في المباراة الواحدة ولديه هدفين. أيضا لعب مع الكافشاف في هولندا 29 مباراة في السنة الأولى بمعدل 75 دقيقة في المباراة الواحدة وعنده 6 أهداف. بالسنة الثانية لعب 21 مباراة وعنده 51 دقيقة في المباراة الواحدة لعب وعنده 3 أهداف وبمعدل 6.71. لعب 16 مباراة مع ماكس كون في البلجيكا وبمعدل المباراة الواحدة 47 دقيقة ولديه 3 أهداف. هذا يعطيك مؤشر أنه اللاعب في هذه الأندية ملعب مباراة كاملة طول فترة احترافه. أيضا في رومانيا كانت عنده تجربة 8 مباراة اللي هي كانت 3 أشهر و9 أيام وبمعدل لعب 21 دقيقة في المباراة الواحدة وعنده هدف واحد. إذا هنا سؤال مهم جدا، هل هذه الصفقة ناجحة من حيث الاستثمار والتسويق؟ وأنا حقيقة أحب أن أثير هذا الموضوع دائما، لأن هذا الموضوع هو قريب من أطروحتي في الدكتوراه اللي يتناول الاستثمار والتسويق والتمويل والاحتراف للأندية الرياضية على مستوى اللاعبين المحترفين. هذه الصفقة حقيقة تحسب إلى إدارة نادي الديوانية وخاصة إلى يعني رئيس النادي كما هو روج أنه يعني متخصص في مجال الأعمال. فبالتالي هو يعني صفقة ناجحة من حيث الاستثمار والتسويق، والجانب الإيجابي أنه تم توقيع اللاعب لمدة موسمين، بمعنى أنه هنالك إمكانية في الترويج لهذا اللاعب بعد 6 أشهر من تجربته في الدوري العراقي، وإمكانية أخرى أيضا أنه من خلال تسويقه إلى الأندية المحلية الجماهيرية أو إلى أوروبا أو إلى الخليج، لأن اللاعب يمتلك سجل في الإعارة. هذا الجانب الإيجابي. لكن الجانب السلبي يعطيك مؤشر أنه اللاعب غير ثابت على مستوى الأداء الفني، فبالتالي كثرة الإعارات. هذه نقطة. هذا من جانب الاقتصاد المالي اللي هو حاليا تتجه الأندية الرياضية في كل أوروبا والعالم حول هذا الموضوع. أما الصفقة هي ناجحة من حيث الإضافة الفنية للنادي من خلال الأرقام والإحصائيات، يعني الصفقة مثيرة للقلق من خلال هذه الأرقام والإحصائيات. يعني هل سيكون هنالك إضافة لهذا اللاعب على نادي الديوانية أو على مستوى الدوري بشكل عام؟ فعلا قد يكون اللاعب يحتاج إلى بعض اللاعبين المحترفين اللي ممكن يساعده، وهذا ممكن نشاهده في بعض الأندية الجماهيرية على مستوى الدوري العراقي أو حتى على مستوى الدوري في الخليج أو في أوروبا ممكن ينجح. يعني إحنا ما نقدر نتكهن بهذا الموضوع، لكن الأرقام والإحصائيات حقيقة كانت يعني مفاجئة. يعني من بداية أجمع الأرقام والإحصائيات أنا كنت متفاجئ، يعني حقيقة هل كانت إدارة نادي الديوانية تدرك هذه المعلومات والبيانات، وهل كانت هي الصفقة يعني بيور استثمار وتسويق، أم كانت هنالك رغبة بالإضافة فنية؟ فهذا يعني الإجابة يعني للجماهير، للمتابعين، للأصدقاء. أتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى المعنيين في إدارة نادي الديوانية للإجابة حقيقة حول هذا الموضوع. هل كانت هذه المعلومات موجودة حول هذا اللاعب؟ أثير موضوع أنه لعب نادي تورينو الإيطالي، واللي أثار جدل هذا الموضوع هو الترانسفير ميركر، الاتصالات الكثيرة اللي حدثت يوم أمس، أنه لاعب خاض تجربة في سنة 2013-2014 دخلت على الترانسفير ميركر، اللي أنا حقيقة ما أتعامل كثير مع هذا البرنامج. نعم وجدت أنه موجود مع نادي تورينو، زين أنا جمعت بيانات أنه اللاعب لم يخض تجربة مع نادي تورينو، فكان الحل مباشرة أنه أدخل على أجندة نادي تورينو الإيطالي بشكل مباشر. فدخلت على الموقع الرسمي وأعطيتهم أجندة خاصة أنه أحتاج يعني أسماء اللاعبين من تاريخ 2013-2014 ولغاية الآن. حقيقة هو يعني كان متاح أنه أجندة اللاعبين يعني في هذا الموسم. من دخلت على هذا اللاعب على هذا النادي وهذا الموقع، لم يسجل اللاعب ناثان كابسيلي مع نادي تورينو في موسم لا 2013 ولا 2014، ولغاية حتى هذه اللحظة هو لم يخض أي تجربة مع نادي تورينو. فبالتالي لازم نتحاور الدقة والمصداقية في نقل المعلومات. حتى موقع الترانسفير ميركر
ما يعني تناول موضوع انه ذهب الى رومانيا وكانت عنده تجربه في هولندا الا يعني نقاط قليله جدا. فهذه يعني معلومات يعني مثيره للجدل. يعني شنو الاستفاده من الترانسفير ماركت اللي انا ممكن اتعامل وياه؟ حقيقه انا اتعامل يعني مع بعض الاحصائيات يعني في الترانسفير ماركت يعني ممكن اشارككم بها. من المعلومات اللي انا دائما يعني اتعامل معها انه يعني اللاعب من ضمن 980 لاعب في العالم، عفوا 908 ما يمتلك نادي حاليا، اللاعب حاليا ما يمتلك نادي. يعني لو نرجع الى المؤشر انه اللاعب حاليا ما يمتلك اي نادي. يعني من 1/1/2019 ولغاية عقد هذا الفيديو اللاعب ما عنده اي تجربة مع اي نادي حاليا، الا ما اثير مؤخرا انه اللاعب يعني وقع مع نادي الديوانية. لو نجي نلاحظ هذا الموضوع، هي هذا انا مسجله في 1/1/2019 ولغاية هذه اللحظة الان اللاعب بدون اي فريق. فبالتالي ايضا هذه معلومة مثيرة للجدل. زين، من مجموع 908 لاعبين حول العالم هو ما عنده نادي. من بين 515,632 من ضمن اللاعبين المنافسين يعد في العالم. من ضمن 246 من اللاعبين المهاجمين في بلجيكا. من ضمن 2319 من اللاعبين المهاجمين في بلجيكا على مستوى العالم. من ضمن 246 لاعب في بلجيكا. من ضمن 1296 لاعب من تولد 1994. كل هذه المعلومات والإحصائيات المثيرة للجدل الحقيقة والغير متوقعة لهذا اللاعب. حقيقة أنا أتمنى أن ينجح على مستوى الدوري وأن يرفع من مستوى الدوري مثل هكذا لاعبين في أوروبا، وأن يرفع أيضا من مستوى بعض اللاعبين اللي يتواجدون في الدوري حتى على مستوى نادي الديوانية، وأن ينافس نادي الديوانية من ضمن الفرق الكبار. يعني طموح مشروع، لكن هل هو سينجح؟ هذا السؤال يعني أتمنى الجميع أنه يشاركني في الإجابة من خلال تعليقاتكم ومن خلال المختصين بهذا المجال. لكن أنا أعتقد أنه هذه الصفقة هي ناجحة من حيث الاستثمار والتسويق، وأعتقد يعني موسمين يعني مهمة جدا أنه كان في بند هذا العقد أنه اللاعب وقع لمدة موسمين. أمكانية استثمار وتسويقه في المستقبل نعم، لكن أرجع أقول أكثر من علامة استفهام حول هذه الإحصائيات وهذه المعلومات من ناحية الأداء الفني. أتمنى من الجميع اللي شاهد هذه الحلقة، وإذا عجبك إن شاء الله أن تضغط لايك وأن تشترك في القناة وأن تساهم في نشر هذا الفيديو. مع السلامة.